أنا طبعا متأكدة أن راح أنسأل وايد هالسؤال، شنو يعني نوستالجيا؟ نوستالجيا باختصار جدا هي كلمة ترمز إلى الحنين إلى الماضي. كل شيء راح، سواء كان حلو أو في أشياء يعني ذكريات شذي مرتنا بحياتنا حلوة، بس أحيانا نتذكرها وتسبب لنا حزن. هذا هو النوستالجيا، الأيام القديمة، الأيام الحلوة اللي راحت وما راح ترجع. يعني الكلمة فيها شيء مشاعر، والعطر فيه مشاعر الدنيا، يعني اللي شمه راح يحن إلى الماضي. طبعا هو مزيج من الباتشولي والزعفران والسينامون والروز والوود، يعني هي الخلطة ترى حيل غريبة. وطبعا أنا متأكدة أن شيء مو شامينه من قبل، يعني بالضبط نفس إحساس ديجافو، اللي العطر عجيب تحاولون تصيدون منه شيء ما راح تقدرون، تحاولونكم تشبهونه بشيء ما راح تقدرون. وراح يعطيكم إحساس قديم، أنا متأكدة من هالشيء بعد، أنه راح تقولون إحساس قديم، مو ريحة قديمة، لا شيء إحساس قديم، عشان شيء سميته نوستالجيا.